ما هو الرخد؟ الرخد والذي يعرف أيضاً باسم الكساح أو تلين العظام هو تلين وضعف العظام عند الأطفال، وهو يحدث عندما لا يحصلون على كفايتهم من الفيتامين دي. يأتي الفيتامين دي من ضوء الشمس والطعام عادة، وهو يساعد العظام النامية على امتصاص مواد غذائية مهمة. قد يؤدي الرخد في حالة تركه دون علاج إلى مشاكل عظمية وسنية، لكن إذا عالج في مرحلة الطفولة المبكرة فإن المشاكل تختفي أو تتحسن عادة. يشرح هذا البرنامج التثقيفي مرض تلين العظام وأسبابه وطرق الوقاية منه وعلاجه، فكونوا معنا. أسباب الرخد: يحصل الرخد عادة عندما لا يحصل الطفل على كفايته من الفيتامين دي، ويطلق على عدم الحصول على ما يكفي من الفيتامين دي اسم عوز الفيتامين دي. يحصل الجسم على الفيتامين دي من مصدرين: ضوء الشمس والطعام. ينتج الجلد الفيتامين دي عندما يتعرض لضوء الشمس، بيد أن أطفال الدول المتقدمة يميلون حالياً لقضاء وقت أقل في الهواء الطلق، وغالباً ما يستخدمون واقية الشمس، وهو الأمر الذي يمنع الأشعة التي تحرض الجلد على صنع الفيتامين دي. يحوي كل من زيت السمك والأسماك الدهنية وصفار البيض على الفيتامين دي، كما يضاف الفيتامين دي إلى بعض الأطعمة مثل الحليب وحبوب الإفطار وبعض عصائر الفاكهة. ويمكن أن يصاب الأطفال الذين لا يأكلون ما يكفي من هذه الأطعمة المقوية بعوز الفيتامين دي. أعراض تلين العظام: قد تتضمن أعراض وعلامات الرخد ما يلي: